شفنا احداث كثير مهمه للمنتخب السوري لكره السله، كاميرا 90 دقيقه كانت مرافقه كل هالاحداث الجديده، واهمها وصول مدرب المنتخب الوطني، مدرب الامريكي والكادر التدريبي بالاضافه للاعب المجنس. تماما، تم وصول المدرب نهار الجمعه، وصل على دمشق. توقيع العقد تم اليوم بمبنى الاتحاد الرياضي مع الكابتن علاء جوخزي رئيس الاتحاد السوري المؤقت لكرة السلة. اللاعب المجنس كمان صار موجود بدمشق، حتى الاتحاد السوري لكرة السلة فضل انه يكون معه مساعد مدرب اجنبي بالاضافة الى مساعد المدرب الوطني الكابتن عزام الحسين. تماما، كمان كابتن يعني شفنا انه بعد الاجتماع اللي صار بين المدرب واللاعبين شفنا كمان عدة قرارات جديدة رح نحكي عنها هلا بخلال الفقرة الخاصة، بس كان من اهم الامور انه معسكر الامارات تم الغائه وإطالة مدة معسكر روسيا. هلا بلش اليوم، سافر وغادرت البعثة امبارح الساعة 11 بالليل بطريقة لبيروت، ومن بيروت لاسطنبول، باسطنبول بيوقفوا تقريبا لمدة شيء 8 او 9 ساعات، وبعدين بيسافروا مباشرة الى مدينة المعسكر اللي هي مدينة كازان الروسية. راح يتم المعسكر بكازان، معسكر تحضير بدني وتحضير فني مع المدرب. ما بعرف قديش عندنا مباريات وديه هنيك، بس اقل شيء راح يكون عندهم مباراتين او ثلاث مباريات راح يقدروا يلعبوا. كمان كابتن مو كامل البعثه سافرت، راح تكون يوم الثلاثاء كمان المدرب المنتخب والمساعد المدرب وحتى اللاعب الاجنبي والكابتن انور عبد الحي بقيوا بالشام ليستكملوا اوراق الفيزا الى روسيا، وبعدين راح يسافروا على روسيا نهار الثلاثاء ان شاء الله. تماما. مشاهدينا، مثل ما قلت لكم كاميرا 90 دقيقه كانت متواجده مع الكادر التدريبي الجديد ولقائه مع اللاعبين لاول مره، واجرت لنا هي اللقاءات. اعتقد ان النقاط الايجابيه تتمثل بوجود لاعبين اقوياء. هناك لاعبون ما زالوا يملكون القدرة على التنافس، بينما لازلنا بحاجة للعمل على بعض الأمور. علينا أن نضع اللاعبين في مراكز محددة لرفع معدل التسجيل. بالنظر إلى الإيجابيات والسلبيات التي شاهدتها، هناك عمل كثير ينتظرنا في المعسكر، ولدينا وقت كاف قبل النافذة الثانية للعمل على ذلك. كان اليوم الأول جيدا للغاية، عملنا بشكل خفيف، تابعت اللاعبين وهم يلعبون للمرة الأولى، وكان لدينا لقاء مع الكادر وحاولنا وضع بعض القيم والمفاهيم التي سنعمل عليها مع الفريق. بالعموم كان يوما جيدا. اليوم بس كانت تمرين تعارف، نحن متفائلين إن شاء الله كثير بالمدرب الجديد والكادر. بدنا نبلش أول شيء نحضر للمباريات التحضيرية، من المباراة التحضيرية رح نبلش على المباريات الرسمية. إن شاء الله كلياتنا نكون قد المسؤولية، وأكيد الكل أنا والشباب والكل أكيد رح نعمل كل شيء بنقدر عليه. إن شاء الله بنوجه رسالة إنه نعطى قد ما فينا، يعني من عرق نقطة عرق نبذلها بأرض الملعب ونفرح العالم إن شاء الله. وبالنسبة للاتحاد، بشكر الاتحاد على هالخطوة انه اخذونا على بلد متطور انه سلويا ورياضيا مثل الدولة الصديقة روسيا. كابتن، قد ايه مهم هذا المعسكر اللي راح يصير للمنتخب بروسيا واختيار مدينه كازان؟ انت بتشوفه صائب ورحنا رح نلعب النافذه تبعنا بقطر؟ هلا اليوم تثبتت النافذه في قطر، قطر والبحرين راح تستضيف مجموعات لا يقدروا يلعبوا للتصفيات، ولكن اليوم عم تسالني على موضوع كازان، اكيد بيفيدنا هذا المكان. اول شيء غير مدرسه راح تكون متواجده وعم تلعب معها، معسكر كثير قوي راح يكون فنيا وبدنيا للاعبين، لانه دائما كانت معسكراتنا بالشكل المحلي، خليني احكي لبنان الاردن، يعني ما قدرنا نسافر لمكان، ما اخذنا الفائده اللي نحن بدنا. صحيح، ولكن المدرسه الروسيه دائما بتعرف انها مدرسه متفوقه على العالم بكره السله. صحيح. ففضل الاتحاد السوري انه لا يروحوا لمدينه كازان الروسيه بقلب معسكر رياضي جيد جدا، كان طبعا